خير ورضا وسعادة وعافية. طبعا حديقة عالم الواحد الحيوانات، طبعا قسم للتصوير مع الحيوانات، وقسم بيع الحيوانات الأليفة ومستلزماتها، وقسم لعرض الحيوانات المفترسة والزواحف والثعابين وبعض الحيوانات النادرة والغريبة والغزلان والنعام وبعض الثدييات، أنواع أخرى من الحيوانات النادرة والغريبة، ومسرح لمشاهدة مشاركات الأطفال والكبار والصغار، ومسرح لمشاهدة العروض. طبعا موقعنا بجوار شارع الفن، هذاك شارع الفن وشارع المظلات وشارع الزهور. طبعا الحديقة هنا، مدخل الحديقة من هنا، في مدخل ثاني تحت. الحديقة كبيرة مساحتها في الخلف نوعا ما، وفيها برامج الأطفال، وفيه تنسيق مع ال طبعا برامج كثيرة تعريفية عن الحيوانات والبرامج اللي نقدمها. الله يحييكم، مرحبا، حياكم الله. أنت جيت في مدرسة مدى العلي. الله، كيف الحديقة؟ كيف الحديقة؟ فنان. وش اللي يعجبك فيها؟ البسس والحيوانات الصغيرة والأسود والنمور. أسود النمور يعجبوني، والكلاب. الله يعطيك العافية، تشرفت فيك وفي والدك وأختك وأخوك وولد خالك والأمور الصغيرة. شو اسمها؟ ديالة. ونعم ونعم، الله يحييكم. طبعا بننزلها في اليوتيوب إن شاء الله، تابعونا على اليوتيوب الكابتن فيصل عسيري، والإنستغرام طبعا برسل لكم نضيفة لكم. وحياكم الله في حديقتنا الصغيرة الجميلة، وتعريف الأطفال وكيف يتعاملون، وبرنامج الرفق بالحيوان وكيفية التعامل مع الحيوانات عن قرب. يعطيكم العافية، قول شكرا. شكرا. طبعا يسموني بابا. طبعا اطلع اطلع اطلع، تعال تعال، ها هلا 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 هلا. يا سلام. طبعا هذا باص سياحي ما شاء الله. بابا، هذا المدخل حق الحديقة ما شاء الله. طبعا قسم للتصوير مع الحيوانات هنا، هذا قسم للبيع حيوانات. قم قم. طبعا قسم للتعامل مع القطط، طيار اليوميات. طبعا هذا السنان حقنا، تابعوا. هذا قسم لبيع الحيوانات الأليفة، وبعدين تدخل مع البوابة. وين هذه؟ حصلنا على شهادات كثيرة، وعندنا ما شاء الله دروع، عندنا برامج حديقة الحيوانات. طبعا الألعاب للأطفال بسيطة، قسم تصوير مع الطيور والحيوانات. هات 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 هات. هذه حديقة طبعا كاملة مع الحيوانات المفترسة، أول مسرح للعروض والبرامج، بعض الخدمات المأكولات والشربات، إنسان الغابة، وبعض الحيوانات المهمة سامحة. هاسكي هاسكي، الأطفال ما شاء الله مع الحيوانات. هاسكي لسي لسي لسي، هب هب، هشوف، ابعد ابعد لسي. خدمات ان شاء الله بارك الله. طبعا في ترتيبات الاطفال ما شاء الله يلعبون مع الحيوانات. حلوه الحيوانات، حلوه.
هذا. الله يحييكم، مرحبا الف، حياكم الله، يا مرحبا. الله يحييك، يعطيكم العافية، مرحبا الف. والله طيبين، كيف الحديقة؟ شرفتونا والله. كيفك؟ هذه رانيا. حلوة الحيوانات؟ تحبينها؟ ما شاء الله، قاعدين دائما. وهذيك سرير اختها؟ ايوه هذيك. ما شاء الله، ماسكة الوبر. ايش اسمك؟ شو اسمه؟ رون. رن، شوف تعالي، ما شاء الله. كيف حديقة الحيوانات؟ كيف عادي مسكتيها؟ ما ما خفتي ها؟ صح؟ ايوه بالشوي تتعاملون معها صح؟ ايوه وهي جالسة وتحبونها ما شاء الله. اهلين بالطبطل، كيف حالك؟ انا اللي اعطيتها اسم. شو اسمك انت؟ يحيى. وش تقول للمتابعين يا يحيى؟ يزورون الحديقة ولا لا؟ يزورون الحديقة ان شاء الله، ولو تبغون تشيلون البساس باستحبال. ايوه وزروا حديقة الحيوانات. تحبها انت؟ ايه. وش اكثر شيء تحبه؟ انا اشتريت صغيرة بس توفت. الله، كبرت وتوفت؟ ايه، لان في سيارة دمها. اوه، وش طلعها الشارع؟ طلعت تتمشى. تتمشى شوية لأن ما إحنا ندري إنها. أيوة طلعت ما دريتوا. إيه كذا ماتت. أيوة انتبهوا، طبعا الحيوانات حلوة صح؟ من يحب الحيوانات؟ أنا. كلكم تحبونها ها؟ الله يعطيك العافية يا يحيى، شكرا. ما شاء الله تبارك الله. أوه الحصان ما شاء الله. الله يوفقهم ويخليهم لك يا رب. مرحبا. الشمبانزي، تعالي تعالي تعالي. رز 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 يا رز، تعالي تعالي تعالي. ما شاء الله، وش تسوين هنا؟ يلا عندك فوق 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 عندك. علوشي علوشي. ايوه يا رز والحبال ها، ما شاء الله عليك، مصارع اليوم ما شاء الله. الله يحفظك. مستمتعين طبعا مع الحيوانات، عروض الحيوانات وبرامجنا طبعا. هذا فرع اللي في شارع الفن، طبعا فيه حديقه لنا ثانيه. هات هات توسي، هيا 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 دتشي 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 دتشي. طبعا نمور صغيرة وحبوب صغيرة. هاسكي، هيا هيا هيا. بولدوغ بولدوغ، كيتش كيتش، هات هات شجو. الصباع والأسود والنمور، هيا 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 هيا. طبعا مستعجلين عشان ما نقطع عليكم ال طبعا النمر، النمر الكبيرية الأسد محروس الدب الأسود. طبعا أذكر الزوار كبيرة بالسماء مسابقة على الرسمي في الانستغرام بحق مشاركة أسد أسير الكابتن فيصل أسير. طبعا الاجانب الهنود ما شاء الله. يس جود 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 ما شاء الله. طبعا الاجانب وبعض الزائرين لنا ما شاء الله، مع الطيور مع الثعابين. جود هاو ذو زو جود زو جود يا وير ار يو فروم؟ سريلانكا. يو ويلكم. الله اكبر. طبعا اذان المغرب. ما شاء الله. تعال حمودي. حمودي ايش؟ حمودي باربود، محمد باربود. ونعم ونعم. كيف العصفور؟ حلو.
قبل عصفر حلو بابا هذه كفته ها الله يحييك شرفتنا الله يسلمك حبيبي الاخ علي محمد علي باربو طال عمرك الله منطقه جازان واتمنى توفيق النجاح الله يطول عمرك يوم من الايام تكون هذه باذن الله عندنا في جازان والله كلهم اللي يجونا هنا من الرياض من جده من الشرقيه يقولون ليت عندنا فروع زيكم كذا وانا مجتهد طبعا انا مجتهد بس اجتهاد شخصي الله يوفقك وان شاء الله نزوركم في جيزان ونساوي واحده في جيزان ليش لا الله يحييك طال عمرك منطقه جيزان ترحب بالصغير والكبير الله يطول عمرك طبعا هذه الحركات اللي نسويها مع هلاوة وجهك وجهك